شخصية العروسة الوحشة اللي هي ايه خطيبها قمر ظفر عابدين وبتتنطط عليه وهو يعني هيموت في دبدبة مش عاجبها وخاينة. ايوه خاينة مش كويسة ووحشة وروحها وحشة. ايوه بتغير على رجالتها وهو هيموت عليها. ايوه يعني الشخصية دي فعلا يعني موجودة للأسف موجودة في الحقيقة بصراحة. موجودة طبعا بكل العوامل دي يعني بكل العوامل السيئة دي يعني الدنيا مليانة مش عارف موجودة ولا مش موجودة بس يعني هي الفكره جات لنا ان ظافر طبعا مجنن البنات فاحنا قلنا نلعب بره الصندوق فتخيل لو دي مش عاجبها ظافر فاكيد هيطلع ضحك طبعا يعني جيت في اخر السكتش ضحكت لان كان في صف بنات قاعدين هيجننوا في اول صف وقعوا من على الكراسي فانا قعدت اضحك على ضحكهم خلي بالك العروسه وصلوني. وام العروسه انت كنت يعني ده العيله كلها يعني بيتنكوا قوي يعني شكلهم مقزز جدا الثقه بالنفس ايوه وعامله وتخين عامله زي ميشلين بتاع الكاوتش ان انت بقى تحضر للشخصيه دي انت بتتكلم اصل خلي بالك هي الموضوع اساسه بعد نفسي انت بتهيئ نفسيه الكاركتر وبعد كده بقى هنحط الميك اب ونحط اللبس والله يعني ده يعني. مش مجرد كلام بس انا فعلا بفكر الشخصيه بتفكر في ايه يعني السلطانة دي هي عندها مشاكل هي كانت مشهورة في وقت من الأوقات والشهرة راحت فبقت كارهة كل اللي حواليها وبتحب الأضواء فعايزة تظهر الجمهور لو اعترض بتشتمه يعني بتقول لهم بس يا خمرجية سكارة ده بدون جمهورك ما هو ده اللي عمل شهرتك أصلا اللي هو خلاص السجادة اتسحبت منها فدي يعني مش أسهل طريقة في التمثيل بس هي أمتع طريقة إن أنا أصدق أوي الشخصية اللي أنا بعمله سواء ست أو راجل أو أيا كان